اليوم بصالة العلامة البريطانية الصينية MG نستعرض مع بعض ZS بموديل 2023 بأول وصول لها. نتكلم بالتحديد عن نسخة اللوكس لكجري فيت الفول كامل. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل سريع. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم من صالة مجموعة تأجير وكلاء سيارات MG بالمملكة. نستعرض مع بعض MG ZS بموديل 2023. نتكلم بالتحديد عن نسخة أو فيت الفول كامل بمحرك بنزين. طبعا أكيد الكل يعرف أن في محركين، محرك بنزين ومحرك تيربو. بالنسبة لمحرك التيربو راح نتكلم عن إمكانياته ومواصفاته والاختلافات ما بين هذه الفئة وفئة التيربو بشكل كامل. في البداية طبعا ضمان سيارات MG 6 سنوات أو 200 ألف كيلو أيهما أسبق، وتعتبر ZS هي أصغر سيارة كروس أوفر بالأسطول والأجمل من ناحية من نظري بالتصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة للسعر. سعر السيارة ومواصفاتها وتفاصيلها راح نبدأ فيها الحين. في البداية طبعا هذه الفئة قيمتها ب 75 ألف ريال، قيمتها ب 75 ألف ريال، تجي عليها مواصفات ومزايا جدا عالية. على سبيل المثال في الواجهة الأمامية الإضاءات طبعا كلها LED بالنسبة للعالي، والواطي كلها LED مع خاصية الليد النهاري مثل ما هو واضح، بالإضافة للشبكة الأمامي تصميمه جميل ورايق ومناسب. متوسط الشعار طبعا شعار MG كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية، ناخذ منها 360 درجة. الجزء السفلي مثل ما هو واضح فيها فتحات أكيد تبريد المحرك وريليتر، بالإضافة للفتحات اللي موجودة على الشبك الأمامي. كشاف ضباب طبعا بالجزء السفلي حول كشاف إطار باللون الأسود، معطي السيارة طابع ومنظر جميل. الجزء السفلي للسيارة إطار من البلاستيك بشكل كامل، حماية للجزء السفلي بشكل عام. نجي للجزء الجانبي، أول حاجة تلاحظونها الجنب جاي بلونين، باللون الفضي واللون الرمادي أو اللون الأسود المعذرة، بالإضافة لكاميرا جانبية مثل ما ذكرنا من أصل عدة كاميرات محيطية، ناخذ منها 360 درجة وسقف بانوراما وعوارض بالسقف. طبعا المقابض عليها تطعيمات كروم بشكل بسيط بالجزء العلوي، خاصة الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة على باب السائق والراكب، بالإضافة لخط من الكروم أسفل النوافذ بشكل كامل. هنا الجزء الخلفي نبدأ فيها بشكل سريع، إضاءات خلفية بشكل كامل LED، حساسات خلفية. طبعا بالنسبة لهذه النسخة نسخة التنفس الطبيعي فتحة عادم، لكن كإكسسوارات واضحة معنا إنها فتحتين عادم، بالإضافة لكاميرا خلفية. الشنطة الخلفية تنفتح بطريقة جميلة بكل بساطة، وخذ لك مساحة، خذ لك بشكل كامل بالجزء العلوي والجزء السفلي، مساحة مناسبة جدا، فتحة وإغلاقة يدوي. طبعا هذه المساحة وفيها مرش أكيد للموية. بشكل سريع ننتقل للجزء الداخلي، طبعا زعنف موجودة بالخلف، العوارض اللي تكلمنا عنها، قلة البنزين تمشينا بالسيارة 17.2 كيلو، التقييم ممتاز، بنزين 91 دفع أمامي 2023 بأول وصول طبعا لهذه النسخة. النسخة السابقة اللي كانت قبلها مباشرة كانت فيها الستاندر وصورتها لكم من عدة أيام، لكن صورتها بالتحديد بفرع جدة، واليوم حبينا نصورها لكم بشكل سريع. حبيتم نذكر لكم الاختلافات ما بين هذه الفئتين بشكل سريع، راح نذكر لكم وش الاختلافات. قبل ما نتكلم عن الاختلافات طبعا للمعلومية المعلومات اللي مكتوبة هنا معلومات التيربو اللي هي 3 سلندر، كل المعلومات اللي هنا للتيربو، لكن هذه مثل ما انتم ملاحظين تنفس طبيعي. الاختلافات ما بين هذه الفئة وفئة التيربو انه الكليبرات بتكون فئة التيربو باللون الاحمر، والداخلية طبعا مميزة تكون باللون الاسود على اللون الاحمر. للامانة تقييم استهلاك الوقود بفئة
التيربو ماني متأكد كم بيكون بالتحديث، لكن هنا مقاس الجنط 17 إنش على 55 على 215. الاختلافات ما بين الفئتين، أول حاجة تلاحظونه هنا الجنط طبعا باللون العادي بدون كشاف ضباب، بالإضافة ليش بدون فتح السقف، هذه الاختلافات الخارجية. أما بالنسبة لدخول السيارة بالبصمة كلها موجودة على السيارتين، اختلافات بسيطة، فئة الستاندر ب 64 وفئة الفل كامل ب 75 ألف ريال. طبعا مين التيربو؟ التيربو ب 82 ألف ريال. نجي للجزء الداخلي، أول حاجة نبدأ فيها من هذه الناحية، تلاحظون المراتب طبعا جلد بلونين، باللون الأوف وايت واللون الأسود، تطريز باللون الأبيض، نوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، مساحة تخزين بالجزء العلوي والجزء السفلي، فتحات تكييف بالخلف، منفذ يو اس بي أكيد موجود. بالإضافة لهذه الناحية طبعا هنا بإمكانك تنزل المراتب بشكل كامل وتأخذ لك مساحة بشكل ممتاز. طبعا هنا بلاستيك مو قطع من الكروم. بالإضافة لهذا الجزء طبعا أول حاجة تلاحظون الأرباقات اللي هي موجودة بالأمام، والمراتب فيها أرباقات. بالنسبة لمرتبة السائق التحكم فيه يدوي، نوافذها كلها كهربائية. هنا والحين ندخل الجزء الداخلي ونشوف مع بعض باقي التفاصيل المهمة بشكل سريع. طبعا لا ننسى فيها مثبت لمكتب الأطفال أو الأيسوفيكس. هنا أول حاجة تلاحظونها مثبت السرعة، هنا التحكم بالإنارة طبعا أوتو، وهنا التحكم بالمراية الجانبية بالإضافة للإضاءات التحكم فيها. القفل المركزي هنا، نوافذ كلها كهربائية. الشاشة هنا عدادات هنا عادية، جايب شاشة صغيرة 4 انش تقريبا، وهنا شاشة تقريبا 12 انش. هنا التحكم بالمناخ، مناخ داخل السيارة موحد مو منفصل. هنا التكييف، وهنا الشاشة الرئيسية طبعا تدعم الابل كار والاندرويد اوتو. هنا التراكشن، نزول من الانحدارات بالاضافة لي 360 درجة، منفذ يو اس بي ومنفذ تايب سي، حملة اكواب 2، بريك الكتروني اوتو هولد، مساحة داخل الدرج، وهنا مساحة تخزين أكيد إضافية. التحكم بالدركسون يدوي، شماسات فيها مرايات، بيت للنظارة طبعا، سقف بانوراما بشكل كامل. هنا الإنارة، وهذه مواصفاتها بشكل كامل كأصغر سيارة كروس أوفر بسطول سيارات ام جي. سيارة مميزة من ناحية السعر، مميزة من ناحية المواصفات، مميزة من ناحية الضمان. اتكلمنا عنها بشكل سريع، اتمنى التغطية نالت على اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغونها نستعرضها لكم بالايام الجاية. الاختلافات ما بين هذه الفئة وفئة الفل كامل طبعا من ناحية الجزء الداخلي كاختلافات، اول شيء عندك الطبلون، هنا هناك بتكون شاشة بشكل كامل طبعا ديجيتال اكيد، وهنا لا عادية، كلها عدادات 8، RPM 8 والسرعة 220. من ناحية باقي التفاصيل فنفس المواصفات، الاختلافات بسيطة مع فرق السعر تقريبا 7000 ريال. أما بين هذه الفئة وفئة الفل كامل، كشاف الضباب، مراتب مخمل هنا، هنا بدون كشاف ضباب ومراتب مخمل، بالإضافة ليه سقف بدون فتح السقف مي بانورامية. ولا ننسى في الأخير اللي هي مقاس تصميم الجنب مختلف ما بين الفئتين، لكن من بعض العيوب اللي موجود عليها اللي هي التكاية، طبعا ما هي متوفر عليها تكاية بنسخة اللوكس أو اللكجري فئة الفل كامل، فبعض الناس يحتاجون تكايات وبعض الناس يعني. من وجهة نظري هذا العيب الوحيد اللي أشوف فيه، لكن باقي المواصفات سيارة ممتازة كناحية، من ناحية عزل، من ناحية قيادة على الطرق السريعة أو السفر.
بجميع الأحوال تعتبر السيارة مناسبة جدا. وجهة نظر. في أمان الله. طبعا إذا كنا نتكلم عن كتلة المحرك في 150 حصان والعزم 118 حصان والعزم 150. هنا التيربو هنا 160 حصان والعزم 230 مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.